سهيله هاي يا ريت فيني فرجيك بس شو كاتب. حاطط اول شيء ايموجي مش يعني مش كاتب يعني هذول فيهم بتبعتيهم بالواتساب بتبعتيهم بال التكست ماتش الفيسز يعني ايموجي. منيح انه طلع صوتك بالغنية صراحة. انا ما بعرف اذا كنت عم بتغني كنت عم ما بعرف مش يعني ما بعرف شو بتسمي هالبرفورمنس الغنية. سمعت حالي انه بالاول خاصة بالاول ايه لما يهل الورد ايك بس بالاول؟ لا يعني هون اللي ركزت انا انه قشطت شوي سمعتها او ماي جاد بيرفورمنس يعني دخيلك يا الله. يعني مبرزق هيك وحاطط مش عم صدق. لا يعني اللي قلته لحنان بقول لك ايه اول مره بزعلت مني بقول لك ايه اسوأ من يعني اسوأ من كارثه. ما هذا شيء ما بيقطع عندي انا ولا باي شكل من الاشكال. ما عرفت شو بتسمي البرفورمنس. بعتبرها بيرفورمنس سيئه جدا للاسف سهيله. يور انت بدينجر زون. بتعرف شو دايجي زول يعني في المنطقة الخطرة